صدر قلبش قلوبنا وياش ان شاء الله يكون عز الوطن الفرج الفرج بيد الله خلاص نقتدي بهم الفرج بيد الله الفرج بيد الله يا ام احمد ان شاء الله بكره نسمع خبر زين ان شاء الله احنا اليوم من خلال كلماتش وجدتنا انش قويه ومتماسكه وهذا اهم شيء الحمد لله عندنا الله وهالبيت الحمد لله احنا خاطين على قبل حسين الحمد لله صح احنا غير حسين ما عندنا وسيله الله يمسح على قلوبكم ان شاء الله احنا غير حسين ما عندنا لازم نقتدي بالزهرة ومن المصايب زينب الحمد لله وهذا كله من محبه رب العالمين اكيد 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 الله ما هذا كله امتحان من رب العالمين ان شاء الله نجتازه يا رب الله يصبركم على هذا الامتحان اختيار من الله يصبركم ان شاء الله وعزكم الله سبحانه وتعالى اختاره هذا لين يرفعون الراس هذا إن الله فرج له هذا ما نتمناه ونحن ما شفناه.